حراك رياضي يبعث الروح في مدينة فقدته منذ انقلاب الميليشيا التي لم تنتج سوى الدمار الذي طغى على شتى مناحي الحياة، لعل أكثرها تضررا الجانب الرياضي، وبات الناس بين فكي رحى الحرب وويلات ما خلفتها. الظروف الصعبة التي يعانيها الغالبية في محافظة تعز أو القاطنين في أطرافها الريفية لم تمنع هؤلاء من ممارسة هواياتهم وإطلاق دوري يحمل اسم الشهيد محمد مهيوب الوحش، أحد أبطال قوات المظلات ومن أبرز قادة فك حصار السبعين عن العاصمة صنعاء في ستينيات القرن الماضي. تأتي هذه البطولة إكراما لدور الشهيد محمد مهيوب الوحش الذي كان له دورا بارزا في ثورة 26 سبتمبر، وكذلك كان له دورا بارزا في فك حصار السبعين يوما. هذه الأنشطة طبعا فيها أيضا إحياء لها كثير من الأهداف، إضافة إلى كونها طبعا تعيد الأنشطة العامة والثقافية والرياضية وفي بشكل أفقي في الوسط الاجتماعي، لكنها أيضا تستهدف إحياء ذكرى للشهداء ورموز وطنية طبعا في تاريخنا ينبغي أن نعيدهم إلى واجهة المشهد الاجتماعي والثقافي. المسافة التي تفصل بين ملعب دور الشهيد الوحش كما يطلقون عليه وبين مواقع الانقلابيين الجدد الذين يحاولون التسلل إلى مسقط رأسه ليست بالبعيدة، بيد أن ما خلفه الوحش من مآثر بطولية شكلت لدى أبناء المنطقة حاجزا منيعا ضد كل محاولات الانقلاب. تتذكر الحجرية اليوم واحدا من أبنائها الذين صاغوا بدمائهم تاريخ اليمن الحديث، رغم محاولات النظام الباعد طمس كل تلك الحقائق وإخفاء تاريخ أولئك الأبطال الذين تشكل دماءهم اليوم دافعا لمحاربة الانقلابيين الجدد. فواز الحمادي، قناة بلقيس، تعز.